مساء الخير من الـ LBCI وإليكم أبرز العناوين. طرابلس تتجاوز قطوع المولوي ومنصور اللذين تواريا. الراعي والحريري يلتقيان بعد ساعة في توقيت رئاسي ونيابي دقيق. وفي النشرة مليار ونصف مليار دولار أمريكي للعراق مخبأ في لبنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. بعد ساعة من الآن ينعقد اللقاء بين الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري في روما، ويأتي اللقاء في لحظة سياسية بالغة الدقة لجهة استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ولجهة استبعاد إجراء الانتخابات النيابية. هذا في روما. أما في لبنان فالتركيز في طرابلس على تفكيك أكثر الألغام تعقيدا، والذي تمثل في انسحاب شادي المولوي وأسامة منصور من مسجد عبد الله بن مسعود من دون أن تعرف وجهتهما. ومن طرابلس إلى بيروت، حيث سلسلة الرتب والرواتب عادت إلى قواعدها في اللجان غير سالمة، لتطرح مجددا بعد غد الأربعاء. نبقى في لبنان لنشير إلى ما تم الكشف عنه من مليار ونصف مليار دولار أمريكي من الأموال العراقية، قيل إنها مخبأة في لبنان بعدما أفرج عن الأموال العراقية من خزائن واشنطن. وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصل عن هذا الموضوع. سوريا وفيما معارك الكر والفر مستمرة في عين العرب، لفت موقف وزير الخارجية السعودي الذي أعلن أنه يتعين على إيران أن تسحب قواتها المحتلة من سوريا.